أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله أما أنا فلا آكل متكئا، هل هذا إخبار منه لا يفيد التحريم أو الكراهة أو أنه يفيد الاستحباب؟ هذا يفيد القدوة به صلى الله عليه وسلم، قد كان لكم لرسول الله أسوة حسنة، إذا كان الرسول لا يأكل وهو متكئ فنحن نقتدي به ولا نأكل ونحن متكئون. وأيضا جاء النهي عن الأكل والإنسان متكئا. نعم.